أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها تعليق العملية التعليمية والإدارية بجامعة صنعاء بعد قيام ميليشيا الحوثي بفرض رئيس ونواب جدد للجامعة. توقفت الدراسة في جميع كليات جامعة صنعاء مجددا، وذلك نتيجة إضراب شامل بدأه أساتذة وموظفو الجامعة بالتوقف الكامل عن العمل احتجاجا على اقتحام ميليشيا الحوثي للجامعة وفرض رئيس جديد لها وعمداء للكليات من أنصارهم والموالين لهم. وأوضح بيان صادر عن نقابتي هيئة التدريس وموظفي الجامعة أن ميليشيا الحوثي اقتحمت مكاتب الجامعة واستولت على أختامها ووجهت تهما لأساتذة الجامعة وبعض مسؤوليها بالعمالة والخيانة والتدليس. وطالب البيان الميليشيا بالتوقف عن التدخلات في شؤون الجامعة وإلغاء التعيينات غير القانونية التي أقدمت عليها، وكانت وزارة التعليم العالي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارا بتعيين قائم بأعمال رئيس الجامعة ونائبين له من الموالين لهم، وذلك خلافا للقانون واللوائح التنظيمية لعمل الجامعة وتجاهلا لتفاهمات سابقة مع المعنيين في الدولة والتعليم العالي بعدم الإقدام على اتخاذ أي إجراءات إقصائية تمس قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في الفترة الراهنة. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقش في سياق الحديث عن تعزيز ميليشيا الحوثي نفوذها وفرض الأمر الواقع داخل مؤسسة الجامعة، لكن مشاهدينا قبل البدء نذهب لمشاهدة هذا التقرير. لا تعليم دون حرية ولا حرية وسط ميليشيا تفتش الأفكار قبل الحقائب. في جامعة صنعاء يقف جنود الحراسة التابعون لميليشيا الحوثي متبرمين من كل شيء ومتخذين من الفكرة النبيلة ستارا لجريمة الاعتداء على حرية الطلاب والأكاديميين. كانت هذه الفكرة وراء خروج حلقات من التظاهر والاحتجاج ضد ميليشيا الحوثي في وقت سابق، وكانت هذه الموجة من الاعتداء وراء توقف المظاهرات والمسيرات المناهضة. اليوم تعود جامعة صنعاء إلى الواجهة من جديد، فتنسد الأبواب أمام مواصلة الدراسة. إضراب أكاديمي توج بقرار تعليق العمل احتجاجا على القرارات التعسفية الصادرة عن نائب وزير التعليم العالي المكلف من قبل الميليشيا. قرارات مخالفة للقانون تضمنت تعيين رئيس ونواب جدد للجامعة معظمهم من مناصري الحوثيين وحليفهم المخلوع. نقابة هيئة التدريس أعلنت تعليق العملية التعليمية لمدة أسبوع مع قابليتها للتمديد في حال تعذر إلغاء قرارات التكليف وعدم الاستجابة لمطالب النقابة وما تمليه القوانين. وحسب بيان النقابة لم يقتصر الأمر على إصدار القرارات التعسفية فحسب، لكن المكلفين أيضا شرعوا في اقتحام مكاتب الجامعة وقاموا بسحب الأختام، كما توعد نائب الوزير المكلف عددا من عمداء الكليات مهددا بفرض قراراته ولو بالقوة، وهو ما اعتبرته النقابة تجاهلا لتفاهمات سابقة مع المعنيين في الدولة والتعليم العالي بعدم الإقدام على اتخاذ أي إجراءات إقصائية تمس قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في الفترة الراهنة. لكن ميليشيا الحوثي تصر على زرع أدواتها في مؤسسات الدولة المختطفة لديها وتحويل البلد إلى إقطاعية خاصة بها. وفي ظل تزايد المخاوف من الوضع الأمني المضطرب للعام الثاني على التوالي، لا يمكن للذاكرة أن تنقص من وزن القذائف التي شهدتها ولا تزال العاصمة صنعاء ووصلت شظاياها إلى محيط الجامعة، كما لا يمكن نسيان الحملات العسكرية المستمرة للميليشيا ضد الطلاب والأكاديميين بعد أن غير الخوف خرائط التفكير وطرقه ونقل الدراسة الجامعية من مساحتها الآمنة إلى نقيضها. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش مع ضيوفنا. سينضم إلينا الآن من صنعاء دكتور محمود البريهي، عضو الهيئة الإدارية بنقابة جامعة صنعاء ونائب عميد كلية التجارة لشؤون المجتمع الدكتور عدنان المقتري، سينضم إلينا لاحقاً. على أن ينضم إلينا دكتور هشام ناجي، عضو الهيئة الإدارية في نقابة الجامعة وأيضا أحد الطلاب، سينضم إلينا صدام عبد الله. نبدأ معك دكتور محمود، مساء الخير. مساء النور. دكتور، هل لك أن تشرح لنا تفاصيل أكثر حول الأسباب التي جعلتكم تقررون أنتم في نقابة هيئة التدريس تعليق العملية التعليمية والإدارة بالجامعة؟
شكرا. بالنسبة لتعليق الدراسة، هو كان وضع إجباري بالنسبة للمحاضرة، وضعت هي إجبارية. نعم نعم تفضل دكتور. دكتور هل تسمعني؟ مشكلة الجامعة وضعوا أمام أمر واقع، لأن صدرت قرارات بتغيير نعم. رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ويسعون كذلك إلى تغيير العمداء بدون أي مؤسسية وبدون أي معايير وبدون أي اعتبار لللوائح والقوانين، مع أن جامعة صنعاء هي المؤسسة التي بتعمل بالشكل المستمر رغم الظروف الحالية اللي تمر بها البلاد. نعم. لكن هم أقدموا على هذا القرارات بقرارات غير قانونية، ولا يوجد أي اعتبار للمؤسسة الأكاديمية. نحن بنقابة أعضاء التدريس والهيئة الإدارية بأنهم المؤسسة الأكاديمية نعم. بأن تبقى بطرقها المعروفة بقوانينها وبأقسام وعمداء ونواب عميد ونواب رئيس جامعة نعم. متسلسلة ومتدرجة. لا يوجد هذه الهوشلية والعشوائية في القرارات، وإن كانت تنفذ في مؤسسات أخرى، لكن من الصعوبة أن تنفذها في مؤسسة أكاديمية مؤسسة تعليمية للبلاد. نعم، ولكن دكتور يعني جوهر الخلاف هل يرتكز على تجاوز للوائح المنظمة لعمل الجامعة، أم له علاقة بهوية المكلفين الجدد؟ هو له علاقة في هوية المكلفين الجدد، لا يوجد له أي أساس من التصريح الذين يدعون، وهم الآن يحملون الاتهامات والأشياء والفساد، وهي دائما العصا الذي يرفعها في وجه من يحس ضدهم أو يريد أن يصحح أو يريد الوضع الحقيقي الصحيح، دائما يريد أن يفرضوا أمر واقع. ولذلك على سبيل المثال عندنا في كلية الصيدلة يريد أن يفرضوا عميد تخصصه هندسة بتروكيماويات، يعني فأقصد القصة عندهم ليست المؤسسية ولا الأكاديمية أو المعايير، وإنما هي فقط فرض أشخاص من طرف معين فقط. نعم، دكتور محمود البريهي تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن الدكتور عدنان المقطري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور العافية. طبعا أنا أتحدث بصفتي نائب العميد شؤون المجتمع لكلية التجارة. نعم، أهلا بك دكتور. أولا تمام، نعم دكتور سيتم التعديل. دكتور هلا وضعتنا في الصورة العامة لمجمل ما تمر به جامعة صنعاء من صراع في ظل الحرب المشتعلة في البلاد؟ بالبداية يمكن نقول التأكيد على أن جامعة صنعاء هي المؤسسة الوحيدة التي استطاعت أن تواجه الظروف الصعبة، واستطعنا يعني بالجامعة أعضاء التدريس وإداريين أن نجتاز الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، والآن نحن في نهاية الفصل الدراسي الأول. نعم. رغم هذه الظروف الصعبة، رغم انعدام الإمكانيات المادية والمشتقات النفطية يعني وظروف صعبة استطعنا أن نواجهها، ولكن للأسف الشديد أن السياسة تفرض نفسها على واقع الجامعة وخاصة جامعة صنعاء باعتبارها مؤسسة الأم في التعليم العالي في اليمن. نعم. وتحتوي 10,000 من أعضاء من الطلاب وما يزيد عما يقارب 2,000 عضو هيئة التدريس. نعم، ولكن دكتور منذ فترة طويلة لم تستقم العملية التعليمية، ما السبب ولماذا لا يتم تجنيب الجامعة هذا الصراع الدائر؟ أولا في أي حراك سياسي وأي تغيير ثوري لابد أن تكون الجامعة، هذا طبيعة الجامعة، طبقة مثقفة لابد أن تكون حاضرة في الفعل السياسي، وهذا ما حدث في عام 2011. نعم. لكن للأسف الشديد كل طرف سياسي عندما يطغى على أو يسيطر على السلطة أو يكون له نصيب له فيها يبدأ بفرض أشخاصه وتوجهاته وأفكاره على هذه المؤسسة من خلال التعيينات، وهذا للأسف ديدن اليمنيين ولا يختلف مكون عن آخر في هذا المسلك. نعم دكتور، ولكن أنت معروف أنكم على الضد من الانقلاب وحلفاء الحرب في البلاد،
وسبق أن تعرضتم للاعتداء في وقت سابق، حاليا كيف تعملون في ظل ظروف تسلط الميليشيا وإرادتها أو إدارتها لمؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء وفرض الأمر الواقع فيها؟ طبعا هناك تسليم بوجود سلطة أمر واقع داخل العاصمة صنعاء، وهذا أمر شيء معروف في كافة الدول التي تسيطر عليها مجموعات معينة سواء بالقوة أو سواء بطريقة أخرى. نحن تعرضنا للاختطاف في مرحلة سابقة، والرغم من حرصنا على استمرار الدراسة، ولكن ما أريد أن أتأكد عليه الكثير هنا في الجامعة بكافة أطيافهم لديهم الحرص على استمرار العملية التعليمية، بمعنى أن الهم واحد، ولكن نعم. تختلف رؤية كل طرف لما يجب أن تكون عليه الجامعة. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معنا. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور محمود البريهي. دكتور، أشار بيان النقابة إلى أن القرارات الأخيرة جاءت خلافا لتفاهمات سابقة مع قيادات في الدولة والمعنيين في وزارة التعليم العالي، ما مضمون هذه التفاهمات؟ بالنسبة للتفاهمات، هو كان في اتفاقات في مجلس الجامعة، كان شكلت لجنة من مجلس الجامعة، وكان النقابة يعني أحد أعضاء اللجنة. نعم. بحيث انه التفاهمات، لان كانت في تتسرب اخبار بانه حيتم تعيينات عشوائيه وقرارات عشوائيه، فالجامعه ومجلس الجامعه والنقابه رافضين هذه التغييرات بهذه الطريقه، انما مع التغيير الحقيقي. النقابه مع التغيير الحقيقي والاكاديميين مع التغيير الحقيقي، وليس التغيير الذي يكون القصد منه العشوائيه. نعم. فكان شكلت المبنى على اساس هذه التفاهمات بانه لا يتم اي تغيير عشوائي بهذه الطريقه، وانما عبر المؤسسه والنقابه في اكثر من بيان تصدر بانه مع المؤسسيه ومع المؤسسه تدير نفسها من داخلها بحيث يكون هذه التغييرات تكون فعلا وفقا لمعايير محدده. نعم. لكنهم هم تجاوزوا هذه الاتفاقات وهذه التفاهمات اللي كانوا وصلوا اليها بفتره السابقة مع الجامعة أو مع اللجنة المشكلة من مجلس الجامعة. نعم دكتور، ولكن في حال لم يتم الاستجابة لمطالب النقابة على الإطلاق، ما هي الخطوات التصعيدية والخيارات المطروحة أمامكم؟ وهل من برنامج تصعيدي يتم الإعداد له؟ البرنامج موجود في النقابتين يعني، ومع الجهات الثلاثة الذين اتفقوا على هذا الإضراب، والبرنامج موجود يعني على حسب المعطيات اللي حتكون أو المستجدات الجديدة، فكل مرحلة حتدرس في وضعها على حسب الوضع الحالي يعني. لكن الإضراب هو حدد من الأحد إلى الخميس، وبعد ذلك إذا لم يستجب فيكون إضراب مفتوح يعني، هو محدد في البيان واضح يعني. نعم، إذن الدكتور محمود البريهي عضو الهيئة الإدارية بنقابة جامعة صنعاء كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور عدنان المقطري. دكتور عدنان، هل توقف يعني برنامجكم الاحتجاجي منذ فترة لأسباب طبيعية، هل ثمة ممارسات أجبرتكم على عدم القيام بأي أعمال أو فعاليات مناهضة للاعتداءات التي تطال أعضاء هيئة التدريس؟ طبعا اريد ان اؤكد انه نقابه اعضاء التدريس من اهم النقابات في الجمهوريه، وهي التي ما زالت تعمل رغم الظروف الصعبه، وكان لها موقف قوي عندما تم الاختطاف واعلنت الاضراب، وبموجب ذلك تم اطلاق سراح زميلنا الدكتور عبد المجيد المخلافي في حينه خلال يومين، ثم تم تعليق الاضراب، ونتيجه لحرص اعضاء التدريس وجميعنا فتم استئناف الدراسة، والآن ما يقارب العام ونحن ما يقارب تقريبا 8 شهور ونحن في العملية التدريسية وحريصا على إنهاء. لكن الأحداث الأخيرة إساءة فهم الحوثيين أو جماعة أنصار الله لمصالح الأمر الواقع جعلهم يصدروا قرار لرئيس الجامعة ونوابه. نعم. من قبل النائب الوزير المكلف الذي ليس من اختصاصه، والمعروف أن بعض الجامعات تم تعيين رؤساء الجامعات من خلال اللجنة الثورية كسلطة موازية لرئاسة الجمهورية. نعم. وهنا كان الاحتجاج بالنقابة من النقابتين الموظفين ونقابة أعضاء التدريس، بالإضافة إلى اجتماع نعم. مجلس الجامعة بالأغلبية الذي قرر التحديد حتى يوم السبت يعني يوم أمس لتعليق الدراسة إذا لم يتراجع. نعم ولكن نعم ولكن دكتور، هل يأتي هذا في ظل تعزيز الميليشيا لنفوذها داخل الجامعة؟
هذا هو كما سبق وأكدت أنه مسلك كل يمنيين عندما يصلون إلى السلطة كل واحد يريد أن يفرض توجهاته. لكن يجب أن يدرك الأخوة في جماعة أنصاب الله أن منصب رئيس الجامعة ونوابه هي مسألة لابد أن تحظى بالتوافق حتى لا يخضع من يعين في هذا المنصب لرغبات من يعينه. وعندما يكون للتوافق يجد نفسه رئيس الجامعة ونوابه يستمد قواته من الجميع وليس من طرف معين، وبالتالي يفقد قدرته على التغيير الذي هو هدف التغيير. نعم دكتور، ولكن في إلى أي مدى ستنجح هذه الميليشيا في فرض أمر واقع داخل جامعة صنعاء؟ أنا أعتقد أنهما مهما سلكوا مسلك غير مقبول بأي ممارسات، لكن يجب أن يتراجعوا فيما يتعلق بمسألة كمؤسسة الجامعة. وإن كان هناك مآخذ على رئاسة الجامعة من في الفترة الماضية يمكن معالجتها، وليس نحن ضد مسألة التغيير ولكن بطريقة التغيير دون بالرغم من وجود تفاهمات بين الأطراف المعنية داخل العاصمة على عدم الإقدام على هذا التغيير حتى تم التراجع عنه قبل ما يزيد عن شهر. وبالتالي هذا يعتبر خطوة انفرادية، يجب الذي يجمعنا الهم العام بيننا وبين أنصار الله وكافة المكونات، ويجب أن نقحم السياسة الجامعة في السياسة والسياسة في الجامعة حتى نستطيع أن نخلق قيادة تحظى بإجماع كافة بإجماع المجتمع، وليس أنا لا أرغب بمسألة المكونات السياسية أن تكون لها دور في تعيين هذه القيادات. نعم، إذن دكتور ابقى معنا. سينضم إلينا الآن الدكتور هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء. دكتور مساء الخير. مساء النور. دكتور، نستطيع القول أن هناك محاولة أو قد تمت ربما لملشنة الجامعة وزرع أدوات للحوثيين والمخلوع على رئاستها وفي عمادة الكليات؟ أيوة. ما مدى التفاهم بين نقابة هيئة التدريس ووزارة التعليم العالي؟ طبعا بداية أشكر وأقدر قناة بلقيس وبرنامج زوال الحدث على هذه الاستضافة واهتمامها بما يدور في الساحة اليمنية وخاصة متابعتها المستجدات في الحرم الجامعي فرحنا العملاق. طبعا الفرح هذا ما يشكلش أهمية لمنتسبيه فقط، وإنما معظم مكونات المجتمع اليمني اللي تربطهم به صلة تاريخية. فطبعا بالنسبة لنقابة أعضاء التدريس نحن نتعامل مع هذه السلطات كسلطة أمر واقع، فرضوا أنفسهم على الوطن وعلى السلطة وعلى الرئاسة، والآن بدأوا منذ فترة يفرضون أنفسهم على جامعة صنعاء كساحة، وبعدين بدأوا يتسللوا شوية شوية إلى عمادات الكليات ومن ثم إلى رئاسة الجامعة كما حدث في خلال الأسبوع الماضي بإصدارهم هذا القرار الذي لا ندري ما الغرض من إصداره، يعني كأنه محاولة لإشعال مشكلة وخلق مشكلة داخل جامعة صنعاء، رغم أن جامعة صنعاء بتحاول منذ فترة أنها تستمر في طبيعتها وفي حياتها الاعتيادية بدون اي منغصات، يعني برغم كل الظروف المحيطه بها كما تعلمون من ظروف احتراب داخلي، من انعدام للمشتقات النفطيه، من صعوبه للحياه الاقتصاديه للطلاب واعضاء التدريس والموظفين. ولكن يبدو ان هذه الجهات بتحاول انها تشعل الموقف وانها تسبب ارباك للعمليه التعليميه داخل الجامعه. نعم دكتور هشام، كنت اود ان اسالك ما مدى التفاهم بين نقابه هيئه التدريس و وزارة التعليم العالي؟ إلى حد الآن يعني منذ أن سيطرت هذه، طبعا كان في البداية معنا اتصالات مع الوزير السابق الدكتور محمد مطهر أثناء ما كان وزير للتعليم العالي بصفته زميل طبعا ومعين بصورة شرعية، وكنا نتواصل معه في حالة حتى في وجود هذه السلطة سلطة الأمر الواقع، كنا نتواصل معه لحل قضايا أعضاء التدريس سواء كان لجامعة صنعاء وحتى بقية الجامعات اليمنية. وبعد ان خرج استقال الدكتور محمد مطهر من هذه الوزاره تقريبا اصبح التواصل بيننا وبينهم شبه منعدم. نعم دكتور هشام تكرم بالبقاء معنا، سنعود الى ضيفنا الاخر الدكتور عدنان المقطري. دكتور عدنان، يعني يقال ان رئاسه الجامعه لم تعد هي المحرك الرئيس لسير العمليه التعليميه في جامعه صنعاء. يعني دكتور يقال أن الحوثيين فرضوا أمرا واقعا على الجميع.
بالنسبه للجامعه هناك حرص حثيث تجاه جماعه انصار الله لفرض سيطره الارتهاب، لكن هناك ممانعه من الجميع او من معناته او ممانعه تجاه اي طرف اخر يريد ان يفرض سيطرته على الجامعه، لانه ده فرح تعليمي وغالبا ما تتغلب الموضوعيه على السياسه، وان كان السياسه يكون لها اعتبارات خاصه في مساله التعيينات ولكن بشرط ان لا تكون من طرف معين. فلا اعتقد ان سيطرتهم وصلت انه مساله اصدار القرار بهذه الصوره لرئيس الجامعه من قبل نائب الوزير المكلف كان سيتبعه تمادي في تعيين العمداء الكليات بشكل غير قانوني، وبالتالي يستطيعون ان يفرضوا سلطتهم في المرحله القادمه، وبالتالي كان هناك موقف للنقابه وهي نقابه منتخبه تحظى بالاجماع، وحقيقه يمكن هي المؤسسه الوحيده الان المنتخبه او النقابه الوحيده الفاعله داخل جامعه القرى رغم الظروف التي تواجهها. نعم دكتور، سؤال اخير، انت كاكاديمي وسياسي، كيف تقيم العمليه التعليميه في البلد على وجه العموم في ظل ما تمر به البلد من حرب ودمار وغياب تام للدوله وايضا تسلط للميليشيا؟ ما هي الحلول المتاحه لتجنيب الجامعات الصراع وتداعياته؟ الحرص اعضاء التدريس على استمرار العمليه التعليميه هو كفيل بالوقوف تجاه اي ممارسات تسيء لسير العمليه التعليميه، بالرغم من كل الاطراف ان تدعي حرصها على استمرار هذه العمليه، لكن حقيقه الجامعه تواجه مصاعب جمة خاصه الجانب المادي، وعندما تم تخفيض رسوم الطلاب 30%، وطبعا هناك تقبل من اعضاء التدريس وتحملوا العناء، والعمليه التعليميه اصبحت تسير بحدها الادنى، لكنها تمشي بشكل مستمر ودون رغبه من احد توقيفها، لكن قرارات تتخذ بطريقه ارتجاليه دون موافقه الجميع. لابد ان تتمنى النقابه مسؤوليتها، وهو كما حصل في تعليق الاضراب الذي اذا استمر جامعه انصار الله في الاصرار على تعيين رئيس الجامعه بالطريقه التي ارادتها، فاعتقد ان ذلك الذي يكون في مصلحه العمليه التعليميه. نعم شكرا لك دكتور عدنان المقطري نائب عميد كليه التجاره بجامعه صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. نعود الى ضيفنا الاخر الدكتور هشام ناجي. دكتور هشام، ما يتعلق بمجمل الاعتداءات التي تعرض لها اكاديميين، الى اين توصلت النقابه في متابعه ملف الاعتداءات؟ طبعا النقابه كانت منذ اليوم الاول لبدايه الاختطافات والاعتقالات لاعضاء هيئه التدريس واعضاء التدريس المساعده في جامعه صنعاء، كانت دائما متابعه بشكل رئيسي، سواء كان عن طريق سلطات الامر الواقع، عن طريق المؤسسات منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الحكوميه المعروفه، حتى لدرجه ان احنا حتى توسطنا بال يعني الوجهات الاجتماعية، واستخدمنا كافة الطرق من أجل إخراج زملائنا من المحنة التي كانوا فيها، والحمد لله نجحنا بشكل كبير جدا في إخراج يعني كل زملائنا اللي كانوا معتقلين. باقي معنا طبعا 2 أبناء زملاء، اللي هو ابن الدكتور أحمد الزمر وابن الزميل أستاذ زميلنا في كليه العلوم قسم الفيزياء. نعم. و يعني ما زال هذول الطلاب هم المختطفون في سجون الحوثيون، وما زلنا متابعين هذه القضايا، وان شاء الله نحن ننجح في اطلاق سراحهم باذن الله. نعم، ولكن دكتور على ما يبدو ان هناك صراع خفي يجري خلف كواليس الجامعه، وثمة تحالفات مسنوده من خارج اسوار الجامعه تقف وراء هذا الصراع. هل لك أن تحدد لنا ملامحه وطبيعة هذا التحالف؟ لا، أنا أؤكد لك يعني أنه في هذه المرحلة بالذات، وأنا أتكلم وأتحدث عن نقابة أعضاء التدريس ومساعدين في جامعة صنعاء، أنه لا حتى الآن إحنا ماشيين بشكل لا يستند على أي دعم خارجي من خارج أسوار الجامعة. نعم. وإنما نعتمد على أنه جميعنا أكاديميون، يجمعنا جامعة صنعاء، لا نختلف مع اي حد داخل الجامعه،
يعني بالنسبه لنا حتى في التعيينات الجديده نحن قلنا بشكل واضح ان احنا لا نسيس هذه المساله، نحن لسنا ضد زملائنا الذين عينوا الجدد، هم زملاء نحترمهم كثيرا، كما ان احنا لسنا واقفون مع زملائنا السابقون، ونرفض بشكل يعني كامل ان يتم اتهامهم بالفساد لمجرد اذاعتهم، فهذا نعم. تجريح لهم، اذا كان في اي قضايا فساد عليهم فهناك محاكم وهناك ترفع قضايا عليهم، والقضاء هو يقول كلمته ونحن لا ندافع عن اي فساد. فبالتالي نحن مع الاحتفاظ بكرامة الجامعة واحترام منتسبي كرامة منتسبي الجامعة من أعضاء التدريس جميعهم بغض النظر عن أي عن أطيافهم السياسية. نعم دكتور، ولكن إذا كانت الميليشيا ميليشيا الحوثي تريد فرض الأمر الواقع على الجامعة، هل تدرك هذه الميليشيا مغبة ما ترمي إليه؟ أنا أعتقد أنهم لا يدركون ذلك، ليس في جامعة صنعاء وحدها وإنما في الساحة اليمنية بشكل عام. فنحن قلنا يعني لأول مرة يعني في تاريخ جامعة صنعاء واعتقادي في حتى في تاريخ الجامعات اليمنية أن يتخذ موقف موحد مكون من مجلس الجامعة أعلى سلطة داخل الجامعة، من نقابة أعضاء التدريس ومساعديهم، من نقابة الموظفين، أن يتخذوا جميعا موقف موحد ويصدروا قرار موحد ضد ما حدث من قبل هذه السلطة أو سلطة الأمر الواقع. فأعتقد أنه هذا يعني يشكل يعني خطورة على جامعة صنعاء وعلى مستقبلها، من فرض لون واحد داخل جامعة صنعاء يعتمد على الاستقواء بالسلطة المفروضة على الدولة. نعم. في فرض سياساتهم وتحويل مجلس الجامعة إلى جماعة واحدة من لون معين واحد من طيف واحد، يفرضون قراراتهم ويفرضون سياساتهم على منتسبي جامعة صنعاء. لو تحدثنا عن مجلس الجامعة، من الواضح أنه أصبح مفرغ وبلا سلطة ولم يعد قادر على فرض أي شيء، لماذا وما السبيل لإنعاشه؟ ماذا عفوا؟ يعني مجلس الجامعة في الوقت الحالي أصبح هذا المجلس مفرغ وبلا سلطة ولم يعد قادر على فرض أي شيء، لماذا؟ يعني ما السبيل لإنعاش هذا المجلس؟ لا هو أنا يعني لكي أكون صريح معك، جامعة يعني نقابة الأعضاء التدريس والمساعدين قد تحدثت مع قيادات الجامعة بشكل يعني مباشر وفي أكثر من مناسبة، انه اعطيت صلاحيات لبعض الجهات داخل الجامعه غير مخوله وغير شرعيه باتخاذ بعض الاجراءات ضد اعضاء التدريس ضد الموظفين، وكنا نحاول في اكثر مناسبه ان نحدد قيادات الجامعه منهم رئيس الجامعه ونوابه انه باي صفه تعطون هذه الجماعات هذه تخويلهم باتخاذ هذه الاجراءات، ولكن للاسف كان يعني يحاولوا بقدر الامكان انهم يهدئوا الوضع، لا ادري لماذا، يعني كانوا يحاولوا يقولوا احنا في ظرف استثنائي وما نشتيش ان احنا نحتك معاهم. نعم. فللاسف هذا يعني التفادي منهم اصبح الان يضر قياده الجامعه نفسها التي اعطتهم كل هذه الصلاحيات. يعني على سبيل المثال كان هناك بعض الزملاء للاسف يعني يصدرون قرارات بقطع مرتب هذا ويوقفون قرار هذا ويستطع من مرتب هذا، فكنا نسالهم يعني اي حق زميل يستطع من مرتب زميله، يعني هذا قطع الراتب لا يتم الا عن طريق اجراءات قانونيه تحددها اللوائح والقوانين، واذا كان فعلا هناك مخالفات لماذا لا يتخذها مجلس الجامعه نفسه؟ لماذا تعطوها لاشخاص اخرين؟ ولكن مثل ما قلت لك يعني كان هناك تهاون كبير، وهذا يمكن التهاون هو الذي ادى الى تفاقم المشكله ووصولها الى ما نحن فيه الان، وانا اعتقد لو استمر الحال الموجود الان ستتفاقم اكثر واكثر، ويمكن زي ما قلت لك في بدايه الحديث انه ستشتعل جامعه صنعاء وستحدث مشاكل لا تحمد عقباها. نعم، ولكن دكتور هناك من يقول ان اعضاء هذا المجلس يتم ابتزازهم للضغط عليهم في تحييد مواقفهم باعتبار جميع الأعضاء هم من عمداء الكليات، ما تعليقك؟ طبعا هم استطاعوا، هم استخدموا في خلال الفترة اللي راحت سياسة الترغيب والترهيب، فمن هو يعني يقف ضدهم حاولوا بأكثر من مناسبة أنه يحاولوا يثنوا عن قراراته، وإما سوف يتم إقالته من عمادة الكلية وتعيين عمداء آخرين، وهذا تم بالفعل للاسف في بعض الكليات، حاولوا يعني فرضها في كليات عديده ووقفت النقابه بشكل كبير في منع هذه في اتخاذ القرارات طبعا اثناء القياده اللي هي الشرعيه،
ولكن للاسف زي ما قلت برضو بعض العمداء ايضا اعطى لهم يعني سياسه الترغيب في انه اذا وقفتوا معنا فسوف نعينكم في عمادات بعض الكليات، وهذا ايضا حدث في بعض الكليات. نعم. فهذه ايضا تستخدم في هذه المرحله بالذات، فاصبح الان هناك تواصل مثل ما اشرنا في بياننا ان هناك تواصل من بعض القيادات النافذه في الوزاره وداخل جامعه صنعاء من هذه الجماعات بتهديد العمداء اذا لم ترجعوا عن ما اتخذتموه في مجلسكم في بيانكم فتوقعوا يعني تغييرات جذريه في هذه العمادات. نعم، اذا الدكتور هشام ناجي عضو الهيئه الاداريه بنقابه جامعه صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا كان سيكون معنا الطالب او احد طلاب جامعه صنعاء صدام عبد الله، ولكن تعذر الاتصال معه. في الختام مشاهدينا، في ختام حلقتنا الذي ناقشنا فيها تعليق العمليه التعليميه والاداريه بجامعه صنعاء بعد قيام ميليشيا الحوثي بفرض رئيس ونواب جدد للجامعه، نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذه الليله. في الختام لا يسعني الا ان اشكر ضيوفي عبر الهاتف من صنعاء الدكتور محمود البريهي عضو الهيئة الإدارية في نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وأيضا الدكتور عدنان المقطري نائب أو عميد عميد كلية التجارة في جامعة صنعاء، وأيضا مؤخرا الدكتور هشام ناجي عضو الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس. كما أيضا أشكر جميع طاقم العمل وفي الإعداد الزميل محمد القاسم، وفي التنسيق أيضا الزميلة شروق القاسمي. والشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله.